عليكم ورحمة الله. عربيد واقع في ورطة. السيد عربيد في مشكلة، وأنا بحترم السيد عربيد. فحكى معي شخص، قلت له أنا دقائق بكون بطرفك في قرية اسمها دير بزيع، بعيدة كفر نعمة غرب رام الله، بعيدة عننا من رام الله 7 كيلو بس، يعني مش كثير أو أقل. فالمشكلة إنه الطريق مطبط، ولا أنا كان صرت واصل. فإن شاء الله نوصل العربيد وننقذ حياته. يلا 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 لازم نوصل. طبعا 7 كيلو هم ولا اشي، بس المشكلة المطبات والسيارات. ابراهيم معنا معناش بنزين تمشي السيارات كلها، واحنا راجعين من عبي واحنا راجعين واحنا راجعين خلعنا قسما بالله بريك، خلعنا بريك بجوز طوله 100 متر. الله سطر، طلع كان خبطنا السيارات، صاير حادث قدامنا. يا حبيبي شفت كديش الاي بي اس اشتغل في السيارة، ضلت تجر 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 في اخر لحظة، ولا كان خبطنا. الحمد لله على السلامة. معك؟ لا لا. طب سليم ان شاء الله. طلبنا له مسعاف. في اسعاف جاي؟ طيب يلا بالسلامة. عليك. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. عليك. عليك. يعني سبحان الله، على الكوربة جاي الحادث. ضلت السيارة تجلونا، الاي بي اي الاي بي اس اشتغل في البريكات. ولا كان ايش؟ رحنا بخبرك يا ناس، عشان هيك السماء مش منيحة. سلامات. انا اول البلد، ولك شو هذا؟ اشتياح كامل. والسيد عربيد ان شاء الله ما صار له اشي. لا ان شاء الله خير، والله انت وينه؟ السلام عليكم. شو ماله السيد عربيد؟ ان شاء الله سليمة. السلام عليكم. عملي دعسوا. والله انا متأسف كثير كثير والله، يعني بعتذر منك، فترت حية. بعد ما دعسنا اكدنا ان عربيد بس جاي كثير لذنبك. مسكين. ما جاي، لو جاي من الدنب ولهون كان بأثرش عليه، بس أنا جاي عن مصارينه. عربيد مسكين بتوجع. طيب هسه خلص احنا مش شو مسوي معه، بس وهر في حد. العربيد اصابته جايه في البطن، حكيت العربيد فيه له مسافه دنب طويله هيك تقريبا، هاي المسافه لو انقطع منها ما بأثر، بس اذا انقطع في المناطق اللي فيها الامعاء والمصارين
خلص بموت ما بعيش. فرصة الكيت دميل على الكزية. في لي أصدقاء من السعودية والإمارات من معظم الدول، فبتناقش مع صاحب إلي من الإمارات، جبنا سيرة العيشة والغلاء والأجار وإشي، فبقول له إحنا لتر البنزين عندنا ثمنه أكثر من دولار ونص. قال لي جمال أنت بتمزح معي. قلت له والله يا عم بمزح معك صدقني، بس أنا هذا الفيديو إلي خصوصي بدي أخرج إياه. هاي الكزية بدنا نعبي بمية شيكل بنزين. معلم يعطيك العافية، قديش لتر البنزين اليوم؟ يعني 6 شيكل تقريبا، يعني 2 دولار إلا شوي لتر. حط لي 100 شيكل. لحظة شوي، كم ال 100 شيكل بتعبي بنزين؟ ما بصدقوا، لأنه بكل إحنا بنروح على الكزية 100 شيكل بنفلل السيارة. فقلت له أنا بصير أجي بسيارتي أفللها عندكم على السعودية وعلى الإمارات وأرجع فيها. يلا حط حط بمية. كم لتر بيعملوا المية تقريبا؟ بعدين احنا مصارينا شيكل، فشلنا مصاري زي فلسطينية، شايفين؟ هاي 50 شيكل 3 لتر. يعني 5 شيكل ونص وشوي وخمس أجورات وثمان أجورات، يعني 5 شيكل وستين أجورة، يعني 2 دولار عندنا كده بيعملوا. الدولار كده 37، يعني 2 دولار كم بيعملوا؟ 6 شيكل 7 شيكل ونص، يعني أكثر من دولار ونص. دولار ونص أكثر من دولار ونص لتر البنزين. هاي 100 شيكل 17 لتر بنزين، يعني ولا شيء. تفضل. السلام عليكم.